شخصيه كاركتر مختلف تماما. والماكير المفروض كان هيجي من فرنسا احنا لفينا عليه بلاد العالم يعني شويه قلنا هنعوز عليه عشان نجيبه يعني. شغال في افلام كتير جدا ما شاء الله. فطبعا اتفاجئنا بالحكايه دي قبل يعني الشروع في العمل باسبوع 10 ايام. فطبعا كان لازم نتصرف في كاركتر حراق الناس حباه. وفي نفس الوقت انا كان في مسلسل بوحه كان هيتعمل كنت داخل بيه كده كده هعرضه وكان هيبقى في رمضان. فاستاذ صادق قال لي احنا مفيش قدامنا احنا نقول انت تركب بوحه وتسوق. قلت له خلاص بقى ما ونطلع يعني تبقى الدنيا جميله يعني. فبدات ايه اعرض على ورق تاني واشوف الحكايه عامله ازاي انا والسيناريست والمخرج. وكان اجتماعات متكثفه عند الاستاذ صادق في مكتبه. وطبعا الدنيا مقلوبه لانه مفيش. فكنا بكاركتر بوحه ناس عارفاه حباه. وفي نفس الوقت احنا مش عاملين عمل درامي قوي يستحق انه يكون فيه. لا الناس احنا عايزين نبسطها. النشرات مليانه اخبار وحشه، الشوارع مليانه حوادث، في طلطات، في حاجات بنشوفها نشرات اخبار مش شرط هنا، الحمد لله الدنيا هاديه هنا كويسه. بس ايه بره في اكيد بنشوف دول ثانيه فيها ناس كتير بتتاثر بالحاجات اللي هي بتشوفها على شاشات التلفزيون وكده. فاحنا عايزين نخرجهم شويه، في اللي بيقدم دراما، في اللي بيقدم تراجيدي، في تعالى احنا نلعب شويه ضحك كده. مش كل واحد هيبقى هو كل حاجه يعني. انا عليا دور وغيري عليا دور يعني كل شخص بيقوم بحاجه. فهي دي كانت اختيارنا في شخصيه بوحه انها شخصيه خفيفه على الناس. واحنا مش عاملين برنامج كرسي وحضرتك واهلا وسهلا بيك في برنامج كذا، لا بالعكس احنا بنناقش الحكايه بشكل اعمق شويه. انه بنعمل حته السم في العسل او اللي هو مدرسه السركازم. مدرسه السركازم اللي هي بتعتمد على ضحك كتير جدا. ضحك الميتا تياتر اللي هو بيعتمد على مخزون الفن المتراكم عند المتفرج طول فتره مشاهدته في السنين اللي فاتت كلها. مثال مثلا كعوكل كنا واخدين اشهر مشهد من المشاهد اللي هي بتاعت الكفار بتاع زمان اتربينا عليها اللي هو خذوا من كل ده علم مع الناس. فاحنا يهمنا ان احنا نعمل حته البصمه بالضحك شويه نفس الناس. ومش برنامج هو مسرح بشكل جديد في برنامج تخش هتستمتع. هتلاقي المسرح والبرنامج الاثنين مع بعض في قالب واحد. فده الجديد انك انت تشوفي مسرح وسينما وديكور بيتحرك وراك. مش عايز اتكلم على التكلفه وعلى الحاجات اللي حاصله، انما لما اقول انا هروح لفلان الفلاني اشوف حكايته ايه، امشي على المسرح وانا واقف الشاشات اللي ورا تاخدني للمكان، تشوف الحواري، تشوف الشوارع، تشوف المنطقه، تشوف الكريدور اللي انت ماشيه فيه، حد بخش الاوضه واتكلم وابدا الممثل. يعني في فكر جديد في الحكايه، في تكنولوجي في الموضوع، في قضيه في الحكايه. اسماعيل ياسين والنجوم الكتار اللي هم الفنانين نجوم الكوميديا، ما حدش قال اسماعيل ياسين غير بقك لانك انت بتكرر نفسك، لا مش هيقدر يغير بقك، هو اسماعيل ياسين. نجيب الريحان مش عارف يغير زورو، زورو زي ما هو قال كده، هو كده، هي كده. فاللي كان بيخلينا نتفرج على الناس دي ونستمتع بيهم كويس قوي في كل حاجه بيعملوها، حتى لو عملوا 20 عمل بنفس الصوت ونفس البق، ان المواضيع متجدده. طول ما الموضوع متجدد يبقى مفيش مال، زي الخواجه ما بيعمل بقى، يعمل لك باتمان ده يعني شويه وهيديك نسخه منه في قلب البيت يقعد مع العيال عشان خاطر يبقى ده الجزء التاسع للبيوت فقط. يعني طب ليه احنا ما نجربش ده في شكل ان احنا نبقى فيه دايما فكر جديد في الحكايه في التناول وانا من زمان حابب المسرح قوي، مش عايز اطول عليكم، حابب المسرح قوي. ولما لقيته بالشكل الجديد ده اللي شجعني وخلاني دخلت على موضوع زي ده. وقناه تبع زي الام بي سي يعني مش محتاج ان انا اتكلم يعني، لا اي حد كان يتمنى. انا في لحظه تمنيت ان انا اكون في مكان زي ده محترم، بيصل الناس بشكل كويس، بيصرف كويس، ودي اهم حاجه اللي هي بتحافظ على اسم الفنان اللي دايما بيبقى عايز ان هو يكون مطلوب. فمهم ان انا ادور على اللي يقابلني كويس عشان اطلب كويس. والسلام عليكم ورحمه الله.